أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب الشركاء من فريق البحرين بالجهات الحكومية الأخرى. وخلال استقباله السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة. وأكد الوزير على ضرورة تدعيم الشراكة والتشاور والتعاون مع أطراف الإنتاج وممثليهم، وهو ما دأبت عليه الهيئة منذ تأسيسها مع مختلف الأطياف في كافة القرارات الرئيسية. وتطرق حميدان إلى برنامج عمل هيئة تنظيم سوق العمل والأولويات التي يتم العمل على تنفيذها في المرحلة الحالية بما يسهم في دعم استقرار وتوازن سوق العمل وخلق الحلول المرنة التي تسهم في تعزيز تنافسية وقدرات سوق العمل بما يمكنه من التأقلم مع تقلبات وتطورات سوق العمل المتغيرة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على مدى السنوات الماضية في تحقيق نقلات نوعية في سوق العمل، وهو ما ينبغي البناء عليه والاستمرار في تحقيق الإنجازات لتحقيق رؤية الحكومة الموقرة في سوق عمل مستقر ومتوازن يكون المواطن محوره.